ذكر الله عز وجل في كتابه المغيبين رؤيا أي عن أبصارنا، فذكر الملائكة وذكر الجان، إلا أن الجان هم قسيم الإنس وهم مكلفون مثلنا قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله سنفرغ لكم أيها الثقلان. وكذلك الملائكة كتب الله لنا أن لا نراهم بأبصارنا، لكن الفرق بينهما أن الملائكة غير مكلفين، قال الله بالثناء عليهم بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأهل العلم يقولون إن من الفوارق بينهما أن الملائكة لا يحكمهم التشكل، في حين أن الجن يحكمهم التشكل. والمعنى لو أن جنياً تشكل على هيئة إنسي ثم قتل يموت. ولو قدر جدلاً فرضاً لو أن هذا وقع لملك من الملائكة فإن الصورة لا تحكمه. رؤية الجن غالباً لا ينجم عنها إلا الفزع. وأما رؤية الملائكة فإن الله لما ذكر أطيب الليالي وهي ليلة القدر قال سلام هي حتى مطلع الفجر، قال قبلها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.